بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طالبة وطالبات الصف الأول الثانوي لغات، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول ليسون في Trigonometry for the second term، اللي هو بيتكلم عن Trigonometric Identities. طيب أنا عشان أتكلم عن ده لازم أراجع شوية حاجات إحنا خدناها في الفيرست تيرم، اللي هي إيه الديفينيشن بتاع Trigonometric Functions، البيسك Trigonometric Functions اللي هي مين، وحاجة اسمها اليونيت سيركل. ايه اليونيت سيركل دي يا اولاد؟ كنا فاكرين الكلام ده. اليونيت سيركل، اليونيت سيركل عبارة عن سيركل السنتر بتاعها عبارة عن الاوريجين بوينت اللي هي 0 0، والراديوس بتاعها ايكوال 1 يونيت، 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر اي حاجة، زي الرسمة اللي مرسومة قدامي دي. انا عندي هنا الراديوس from A O to B، ده اللينكس بتاع 1 سنتيمتر او 1 يونت وخلاص، بغض النظر ان اسمه سنتيمتر اور اني يونت يو ويل يوز ات. طيب احنا اتعلمنا ان لو انا عندي في بوينت على البوينت دي اللي هي اسمها اكس واي، اللي موجوده على البوينت اكس واي اللي بيلونجز تو ذا يونت سيركل، احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول يبقى الاكس دي عباره عن الكوساين بتاع الانجل ثيتا اللي هو الريديوس بيعملها مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس اللي هو ده، فدي كنا بنسمي الاكس عباره عن الاكس عباره عن كوساين ثيتا. طيب والواي عباره عن ساين ثيتا. طيب والكلام ده منين برضو؟ الكلام ده لان البوينت اكس واي يبقى الحته دي اكس والبارت ده اسمه واي، يبقى انا لما اجيب الكوساين ادجيسنت اللي هي سو كاتو اللي هي سو ك تو اللي هي سوها كحت على توقع او اي لغة انت عايز تقولها، الساين عبارة عن opposite over hypotenuse. ادي الساين عندي الاوبوزيت اللي هو y over 1 اللي هو y، عشان كده احنا قلنا الواي عبارة عن ساين ثيتا. طب والكا اللي هو الكحت دي ولا الكوساين عبارة عن adjacent over hypotenuse، يبقى x over 1 which is equal to 1 اللي هو الفيرست بارت ده. قلنا بعد كده ان من خلال البيثاغورس ثيرم ان x squared plus y squared is equal to 1. طيب يبقى معنى كده x دي اللي هي كوساين سكوير x او كوساين سكوير ثيتا. طب والy squared هتبقى ساين سكوير ثيتا، ده كله is equal to ايه؟ 1. طب ده true for any value for theta؟ true for any values of theta. طب الكوساين سكوير ثيتا بلس ساين سكوير ثيتا دي اسمها ايه بقى؟ اسمها Trigonometric Identities. اسمها Trigonometric Identity. وقلنا برضو ان مثلا ممكن اقول y over x، y over x is equal to sin x over cosine x. طب ما هي y over x دي اللي هي ايه؟ اللي تو، اللي تو opposite over adjacent اللي هي y over x، يبقى دي tangent ثيتا، هنا ثيتا وهنا ثيتا انا اسف. يبقى التانجنت ثيتا ايكوال ساين ثيتا اوفر كوساين ثيتا. طب يبقى معنى كده المقلوب بتاعها هنعرفه دلوقتي. المهم الريليشن دي اسمها ايدنتيتي ودي الريليشن دي اسمها ايدنتيتي. يعني ايه الفرق بين الايدنتيتي والايكويجن بقى؟ هنبدا نشوف الفرق بين الاثنين. الايدنتيتي از ان ايكواليتي، هي ايكواليتي حاجتين بيساووا بعض، اند ات از ترو فور اول ريل فاليوز، بتبقى صحيحه لكل قيم ال variable اللي عندي، of the variable which of which each of the two sides of equality is known. two sides عندي بيكونوا معروفين بالنسبة لي. زي ايه؟ احنا خدنا في الفيرست تيرم sin باي over 2 minus theta هي نفسها مين؟ cosine theta. يبقى انا لو شلت الثيتا دي وحطيت اي value say 30 40 اي حاجة 30 40 هلاقي left side equal right side، ده بسميه left hand side وده بسميه right hand side، يبقى الاثنين دول بيساووا بعض لأي value for theta، عشان كده دي بسميها ايه؟ identity. طب ايه الفرق بين ال identity وال equation؟ ال equation عبارة عن equality for some real numbers which satisfy ايه بقى؟ this equality and it is not true for some others which are not satisfy it. ده هي بتبقى صح لبعض القيم وبتبقى غير صحيحة لبعض القيم دي. زي ما يقول لي sin theta equals half مثلا. طب دي equation ولا identity؟ لا دي equation. اشمعنى بقى؟
ايه الفرق بين دي واللي فوق؟ هنا خد بالك، في هنا variable theta وهنا theta، لكن هنا theta وهنا constant. يبقى في الحالة دي في حاجة معروفة وحاجة مش معروفة. الهاف ده معروف، لكن ساين ثيتا فين؟ في الانترفال من 0 ل 2 باي، يعني من 0 ل 360. طيب ده مين ساين؟ ساين كام؟ انا عارف ان هو بهاف، انا عارف ان الساين باي اوفر 6 اللي هي 30، ساين 30 بهاف. يبقى انا ممكن ساين اوفر 30 بهاف ده في الفيرست تيرم. طب ممكن اخد حاجة تانية في السكند تيرم؟ ممكن اخد، انا عارف ان الساين بتكون بوزيتيف في الفيرست تيرم على حسب الاستك رول اللي احنا عارفينها في الفيرست تيرم والسكند تيرم. يبقى لو هنا ب 30 هتبقى هنا 180 ماينس 30 اللي هي 150 اللي هي 5 باي اوفر 6 وباي اوفر 6. طب فور انذر فاليو، اذا يا لو خدت 60 هنا ساين 60 نوت ايكوال تو هاف، عشان كده بنقول هي ترو فور سام فاليوز والباقي كله بيكون ايه؟ مش مظبوط بالنسبه لي. طيب ايه تاني عندي؟ هنا في سؤال عشان افرق بين الايدنتيتي والايكويجن، بيقول لي which of the following relations represents an equation and which of them represents an identity. واحنا قلنا الايكويجن فيها variable وknown، يبقى دي equation. ليه؟ لان كوساين ثيتا دي فيها variable لكن دي known، عندي دي unknown ودي known وبينهم equal. هنا في هنا variable وهنا variable يبقى بينهم equal، يبقى ده variable وده variable، يبقى دي identity. طب هنا كوساين ثيتا is equal to negative third، برضو negative third ده known بالنسبة لي، عدد معروف or number. طب with theta variable يبقى دي عبارة عن equation. طب ساين باي minus ثيتا equal to sin ثيتا، دي true for any value for ثيتا، يبقى دي identity. يبقى خلاص انا عرفت الفرق بين الايدنتيتي وبين الايكويجن. طب بعد كده احنا هنراجع سم بيزك تريجنومتريك ايدنتيتيز. احنا خدنا قبل كده، احنا ذكرنا ان الساين ثيتا الريسيبريكال بتاعها 1 اوفر كوسيكنت ثيتا. طب والكوساين ثيتا 1 اوفر سيكنت، والتانجنت ثيتا 1 اوفر كوتانجنت ثيتا. يبقى الساين الريسيبريكال بتاعها 1 اوفر كوسيكنت، يبقى اللي فيها اس الريسيبريكال بتاعها فيه سي، ما يبقاش الاثنين فيهم اس زي بعض. طب والكوساين فيها سي، يبقى الريسيبريكال بتاعها فيها سيكنت اس. طب والتانجنت كوتانجنت دي معروفه. طب يبقى معنى كده الكوسيكنت ثيتا معناها 1 اوفر ساين، والكوسيكنت والسيكنت ثيتا ايكوال 1 اوفر كوساين ثيتا. طب والكوتانجنت ايكوال 1 اوفر تانجنت. ولازم اعرف النيمز كومبليتلي برونونسيشن، يبقى انا لازم اعرف نطق الكلمه كامل، ما اقولش سيكو كوسيكو كده، لا يا ريت تنطق الكلمه كامله افضل لك انت، يعني عشان احيانا في بعض البروبلمز بيقول لك فايند ذا تانجنت اوف كذا، او فايند ذا كوتانجنت اوف كذا، او فايند ذا سيكنت اوف كذا اوف انجل كذا، او فايند ذا كوسيكنت اوف انجل كذا، يبقى انا لازم اكون عارف الكلام. طبعا انا من الايدنتيتي دي كلها ايدنتيتيز. طيب انا ممكن ان عندي هنا ساين اكس ساين ثيتا دي اوفر 1، ممكن اعمل كروس ملتبلاي، يبقى اي فانكشن ساين ثيتا تايمز كوسيكنت ثيتا ده ايكوالز تو 1. طب نفس الكلام هنا، كوساين ثيتا تايمز مين سيكنت ثيتا از ايكوال تو 1. طب والثالثه تان تانجنت ثيتا تايمز كوتانجنت ثيتا از ايكوال تو 1. يبقى انا ممكن اخد الكلام ده منين؟ من الريسيبريكال فورمز. طب واحنا خدنا برضو في الكومبلمنتري، الكومبلمنتري يعني الصم بتاعهم كام؟ 90. الصم بتاعهم 90. طب وال 90 ديجريز احنا عارفين ان هي باي اوفر 2. طيب يبقى معنى كده ان ساين باي اوفر 2 ماينس ثيتا، احنا قلنا الباي اوفر 2 اللي او ال 90 بتعمل تشينج للنيم من ساين لكوساين، ومن كوساين ومن كوساين لساين. طب ومن تانجنت لكوتانجنت، ومن سيكنت لكوسيكنت، يبقى انا بغير النيم بس. طبعا الباي اوفر 2 ماينس ثيتا دي موجوده فين؟ هنا في الفيرست كوادرنت. يبقى انا لو عملت باي اوفر 2، دي باي اوفر 2 اهي، ودي 0 ودي باي، ودي 3 باي اوفر 2، ودي 2 باي. احنا عارفين ان دي 90 ودي 180 ودي 370 ودي 360. الكلام ده كله انا عارفه من الترم الاولاني. فاحنا بنقول ساين باي اوفر 2 او ساين 90 ماينس ثيتا، عادي ممكن اكتبها كده او كده. ساين 90 ماينس ثيتا هي كوساين ثيتا، يبقى الساين بتشينج تو كوساين. طب وكوساين
90 minus theta برضو او باي اوفر 2 minus theta بتساوي ساين ثيتا. طب كلهم بوزيتيف؟ اه كلهم بوزيتيف لانهم فين؟ في الفيرست كوادرانت، والفيرست كوادرانت كله بيكون بوزيتيف اللي هو على حسب الاستيك رول. يبقى التانجنت باي اوفر 2 ايكوال كوتانجنت، كوسيكنت ايكوال سيكنت، كوتانجنت ايكوال تانجنت، وهكذا. يبقى الايدنتيتي دي كلها انا خدتها في الفيرست تيرم، بس يو ماست نو ذيم. طيب ايه الجديد عندي بقى؟ برضو خدنا الايدنتيتي بتاع الانجلز ثيتا والنيجاتيف ثيتا. ايه ثيتا ونيجاتيف ثيتا دي؟ اه الثيتا عندي لو خدتها في الفيرست كوادرنت كده ها، يبقى النيجاتيف ثيتا هعمل ريفليكشن على الاكس اكسس، يبقى دي نيجاتيف ثيتا. هلاحظ ان انا لو خدت اي بيربنديكولار كده هلاقي الاكس فيه هو اللي ثابت، الاكس هنا ثابت، لكن الواي اب والواي داون هيبقوا عكس بعض في الصايد. طب ما احنا قلنا ان الواي دي هي مين؟ اه الواي الاكس الاكس هنا هي مين؟ هي الكوساين. يبقى الكوساين هتبقى بوزيتيف في الحالتين، عشان كده بنقول ساين نيجاتيف ثيتا بتساوي نيجاتيف ساين ثيتا، لان هتبقى عكس الساين في الواي. طب والكوساين نيجاتيف ثيتا هتبقى كوساين ثيتا هي هي، لان هي اكس هنا وهي اكس هنا، يبقى الكوساين نيجاتيف ثيتا بتشيل النيجاتيف خالص، يبقى طلعها لي كوساين. طب اللي يمشي في الكوساين يمشي في الريسيبريكال بتاعها اللي هو في مين؟ في السيكنت. سيكنت نيجاتيف ثيتا هي نفسها سيكنت ايه؟ ثيتا. لكن بالنسبة للساين والتانجنت وذير ريسيبريكال النيجاتيف بتطلع بره. يعني ما يجي يقول لي ساين نيجاتيف 30 مثلا، هقول له نيجاتيف ساين 30. ما يجي يقول لي كوساين نيجاتيف 30، هقول له بتساوي كوساين 30، بشيل النيجاتيف خالص. طيب لو قال لي تانجنت نيجاتيف 30 اقول له نيجاتيف تانجنت 30. طب اقول له سيكنت نيجاتيف 30 اقول له سيكنت 30، بشيل النيجاتيف خالص. يبقى انا بمشي على الرولز دي، الرولز دي لازم اكون عارفها. طب احنا اتفقنا دلوقتي ان الفيرست ايدنتيتي اللي هي في حاجه اسمها بايثاغوريان ايدنتيتيز، اللي احنا قلناها اول حاجه احنا قلنا كوساين سكوير بلس ساين سكوير ايكوالز 1. منين؟ من اليونت سيركل. كنا بنقول ان ده سكوير بلس اكس سكوير بلس واي سكوير از ايكوال تو 1. طب والاكس اللي هي مين؟ اللي هي الكوساين، يبقى كوساين سكوير ايه؟ ثيتا. بلس الواي اللي هي مين؟ ساين سكوير ثيتا ايكوال كام؟ 1. وبالتالي يطلع كوساين سكوير بلس ساين سكوير ايكوال 1. دي طبعا ممكن اطلع منها اي حاجه بقى، ممكن انقل الساين سكوير الناحيه الثانيه، يبقى كوساين سكوير ثيتا ايكوال 1 ماينس ساين سكوير ثيتا. طب لو نقلت الكوساين سكوير الناحيه الثانيه يبقى ساين سكوير ثيتا ايكوال 1 ماينس ساين ماينس كوساين سكوير ثيتا، اللي هم الثلاثه دول 1 2 3. بنفس القصه هنا احنا لسه قايلين ان الساين اوفر كوساين ايكوال تان، الساين اوفر كوساين ايكوال تانجنت. طب ما انا لو خدت نفس الريليشن اللي عندي دي ازاي يعني؟ انا لو خدت نفس الريليشن دي، لو انا خدت نفس الريليشن اللي احنا بنقول عليها دي وقلت مثلا انت بتقول لي ان ساين سكوير ثيتا بلس كوساين سكوير ثيتا از ايكوال تو 1، وطلعت لي منها ان ساين سكوير ثيتا ايكوال 1 ماينس كوساين سكوير ثيتا لو نقلت ده الناحيه الثانيه. طب لو نقلت ده هتبقى كوساين سكوير ثيتا از ايكوال تو 1 ماينس ساين سكوير ثيتا. طيب يا سيدي، طب ما انا ممكن هنا اعمل ديفايدد باي اي واحده فيهم. ازاي يعني؟ هتقول لي ساين سكوير ثيتا اوفر كوساين سكوير ثيتا بلس كوساين سكوير ثيتا اوفر كوساين سكوير ثيتا از ايكوال تو كام؟ 1 اوفر كوساين سكوير ثيتا. يبقى انت عملت هنا وهنا وهنا ديفايد باي كوساين سكوير. طب ما ساين على كوساين اللي هي مين؟ اللي هي تانجنت، بس دي عليها سكوير. طب بلس ده على نفسه يبقى ب 1. طب 1 على كوساين اللي هي الريسيبريكال بتاع الكوساين، يبقى هتبقى دي فيها سي، يبقى سيكنت سكوير ثيتا. يبقى دي برضو ايدنتيتي ثانيه اهو. الله، طب دي ممكن اطلع منها كام واحده؟ 3. برضو ممكن انقل ال 1، يبقى اقول له تاني سكوير ثيتا ايكوال سيكنت سكوير ثيتا ماينس 1. طب وايه تاني؟ ممكن انقل التاني سكوير ثيتا، يبقى سيكنت سكوير ثيتا ماينس تاني سكوير ثيتا از ايكوال تو 1. لو نقلت دي الناحيه الثانيه، طب لو نقلت دي الناحيه دي، لو غيرت الاثنين مكان بعض، يبقى تان سكوير ثيتا ماينس سيكنت سكوير ثيتا ايكوال نيجاتيف 1. طب بنفس القصه دي ممكن اعمل ايه؟ ممكن بدل ما اعمل ديفايدد كوساين سكوير اعمل ديفايدد ساين سكوير. يبقى لو عملت هنا ديفايدد ساين سكوير هنا وهنا ديفايدد ساين سكوير وهنا ديفايدد ساين سكوير، يبقى ساين سكوير على ساين سكوير هتبقى بكام؟ ب 1. طب وكوساين على ساين يبقى كوتانجنت سكوير. طب و1 على ساين، الله دي الكوسيكنت سكوير. الله، طب ما دي ايدنتيتي تانية اهو. اه والله دي ايدنتيتي تانية، ممكن اطلع منها ثلاث تفريعات. اه انقل ال1
يبقى الكوتانجنت سكوير ثيتا ايكوال كوسيكنت سكوير ثيتا ماينس 1. وايه كمان ممكن انقل دي، يبقى كوسيكنت سكوير ثيتا ماينس كوتانجنت سكوير ثيتا ايكوال تو 1. اي حاجه انا ممكن اشتغل. طب لو نقلت دي مكان دي، الكوتانجنت سكوير ثيتا ماينس الكوسيكنت سكوير ثيتا هي بنيجاتيف 1. يبقى انا عندي 3 ايدنتيتيز، يبقى لازم تكون عارفهم اللي هم مين تاني، اللي هم الثلاثه دول. ادي رقم 1، ادي رقم 2، ادي نمبر 3 عندي اهي. يبقى كوساين سكوير بلس ساين سكوير او ساين سكوير بلس كوساين سكوير تقراها من اي ناحيه عادي ايكوالز تو 1. 1 بلس ساين سكوير ايكوال سيكنت سكوير. 1 بلس كوتان سكوير فور ذا سيم انجل از ايكوال تو كوسيكنت سكوير. طيب انا عايز في حاجه تانية. احنا قلنا قبل كده ان التانجنت ايكوال ساين اوفر كوساين والكوتانجنت ايكوال كوساين اوفر ساين. طب انا عايز اكزامبل عشان افهم اللي انت بتقوله ده. هو بيقول لي write the simplest form for sin theta plus cosine theta all square minus 2 sin cosine. خلاص ده كانه a plus b all square. طب انت فاكر الفك بتاعه؟ كنت بعمل multiply first by itself، يبقى by او بعمل له squaring a times a تبقى a square. طب وb times b في الاخر b square. طب والfirst times second times 2، first a times b ab times 2 يبقى ب 2 ab في النص. positive ليه؟ عشان positive times positive times positive. طب نفك دي كده، يبقى ساين سكوير ثيتا. طب ونعمل سكويرنج لدي، يبقى بلس كوساين سكوير ثيتا، وفيرست تايم السكند تايم 2 يبقى بلس 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا. طب ماينس مين في الاخر؟ ماينس 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا، دي ما فيهاش شغل. طب انت عندك ساين سكوير بلس كوساين سكوير، طب ما انت لسه قايلها لي اهي، انت لسه قايلها لي ساين سكوير بلس كوساين سكوير ايكوال كام؟ 1. شيلها وحط 1 يا سيدي، يبقى ده بلس ده هيبقى 1. طب وهنا 2 ساين ثيتا بلس كوساين ثيتا ماينس 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا، ده عكس ده، يبقى ممكن اكنسله، يبقى هتطلع النتيجه 1 بلس 0 اللي هي از ايكوال تو كام؟ 1. يبقى simplest form بتاع الاكسبريشن ده يطلع لي في النهايه كام؟ 1. طيب انا هشوف، بيقول لي رايت ان ذا simplest form. طب دي 1 بلس 10 سكوير. الله، ما انت لسه قايل لي دلوقتي ان ال1 بلس 10 سكوير ايكوال سيكنت سكوير. طب وال1 بلس كوتان سكوير ايكوال كوسيكنت سكوير. طب قلت لي السيكنت والكوسيكنت قبل كده هما الريسيبريكال بتاع مين؟ السيكنت يعني 1 اوفر ساين، والكوسيكنت 1 اوفر كوساين. خلاص يبقى الامور بسيطه. يبقى هقول له والله الكلام ده بيساوي 1 بلس 10 سكوير هتبقى سيكنت سكوير ثيتا. طب 1 بلس كوتان كوسيكنت سكوير ثيتا. طب ده الريسيبريكال بتاع مين؟ ده الريسيبريكال بتاع الكوساين. يبقى ممكن بدل ما اكتبها سيكنت فوق اكتبها، اكتب دي تحت بقى، انزلها تحت عشان هي الريسيبريكال بتاعها، يبقى اكتبها كوساين سكوير ثيتا. طب ودي ده الريسيبريكال بتاع مين؟ الساين. يبقى بدل ما اكتبها تحت اكتبها فوق، يبقى ساين سكوير ثيتا. طب ما ساين على كوساين يعني ايه؟ يعني تان سكوير ثيتا. يبقى الكلام ده كله بيساوي مين؟ تان سكوير ثيتا. في واحد بيحب يكتب خطوات باستفاضه شويه، يعني يعمل ايه؟ يقول لي السيكنت سكوير دي فوق، يعني 1 اوفر 1 اوفر الساين هتبقى ايه؟ 1 اوفر كوساين سكوير ثيتا. طيب ديفايدد الكوساين الكوسيكنت سكوير يبقى 1 اوفر ساين سكوير ثيتا. طب وبعدين الديفايدد ده اقلبها تايمز، ماشي يا سيدي، يبقى 1 اوفر كوساين سكوير ثيتا، ودي هيبقى ساين سكوير ثيتا اوفر 1. طب اضرب الاثنين في بعض، يبقى ده اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت، يبقى ساين سكوير ثيتا على كوساين سكوير ثيتا. الله، طب ما هو نفس اللي انا طلعت بيه هنا اهو، ساين سكوير اوفر كوساين سكوير اللي هو از ايكوال كام؟ تان سكوير ثيتا. از يو لايك يو كان دو ات، بس احنا بنقول والله لو الكوسيكنت مكتوبه تحت وعايز اطلعها فوق اطلعها بالمقلوب بتاعها اللي هي الساين. طب والسيكنت فوق عايز اكتبها تحت اكتبها بالكوساين. يبقى الامور بسيطه. طيب انا هنا بيقول لي put each of the following expression in the simplest form then check the result. وبعد كده ايه؟ اتاكد من الريزلت بتاعتك دي. عندك 1 over cosine square minus 1 over cotangent square. طب يعني ايه الكلام ده بقى؟ ايه ال 1 over cosine اللي هي الريسيبريكال بتاع مين؟ بتاع مين؟ دي فيها اس، يبقى بتاع الاس، يبقى secant square theta. طيب minus 1 over cotangent square، الكلام ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي tan square. طب ما احنا لسه قايلين secant square minus tan square، انت مش عارف ان tan square plus 1 equal secant square؟ يبقى انا ممكن اشيل secant square دي واحط 1 plus ايه؟ tan سكوير. ما انا لسه قايلين 1 بلس tan سكوير ايكوال secant سكوير ماينس tangent سكوير ثيتا. طب ما هو tangent ماينس tangent هيطلع 0، يبقى 1 بلس 0 كام؟ هيطلع لي 1 في النهايه. طب هو بيقول لي تشيك، شيل الثيتا دي وحط اي قيمه على الكالكوليتور بتاعك.
ماشي، يعني مثلا حط لي كده 1 اوفر كوساين سكوير ايه ال 1 اهي، ادي ال 1 اوفر كوساين، تنزل تحت كده كوساين، ادي كوساين، كوساين مين؟ مثلا 30 سكوير، اقفل البراكت واعمل عليها سكوير. طيب ماينس، اطلع بره كده واكتب ماينس. طيب وان على ايه؟ وان على كوتان اللي هي التان، فهنكتبها تان، تان مين؟ تان 30. طب نقفل براكت ونعمل عليها سكوير ونقول له ايكوال، اه والله ده طلع 1، يبقى انا كده عملت له الشكل اللي انا عايزه. طب بعد كده بيقول لي برضو هات كوساين باي ماينس باي اوفر 2 ماينس ثيتا وسيكن. طب ما انا لسه واخد الايدنتي دي في الترم الاولاني. طب ده بيساوي ايه؟ الباي اوفر 2 الكوساين بتتغير لساين، يبقى دي ساين ثيتا. طيب والسيكنت بتتغير لكوسيكنت. طيب الساين في كوسيكنت، الله ده في الريسيبريكال بتاعه، ما انا عارف ان الساين هو 1 على سيكنت او 1 على كوسيكنت او الكوسيكنت 1 على ساين. ممكن واحد يحب يكتبها لي كده في 1 على ساين ثيتا. طب ما هو ده يتكنسل مع ده، او ده في ده على طول بكام؟ ب 1. طب انا عايز اعمل تشيك برضه وشيل الثيتا وعوض بيها في الكالكوليتر بتاعك ازاي يا سيدي؟ اهو يا سيدي بص معايا، هنعمل كوساين. طيب احنا شغالين على الديجري سيستم هنا في الكالكوليتر، ما ينفعش اكتب باي اوفر 2، اكتب لي 90 بقى. طيب ساين 90 ماينس مين؟ اي انجل حط 30 يا سيدي واقفل البراكت. طيب في مين؟ تايمز سيكنت، يعني ايه؟ يعني 1 على كام؟ السيكنت يعني 1 على كوساين، يبقى دي 1 على كوساين. طب وافتح البراكت هتكتب 90 ماينس 30، الله، واقفل البراكت كده وقول له ايكوال، الكلام ده يطلع 1، اه والله ده النتيجه طلعت 1، يبقى كلامي مظبوط. طب الحاجه الثالثه ساين باي اوفر 2، طب ما هي نفسها ساين 90 من الثيتا، يبقى دي كوساين ثيتا. طيب كوساين ثيتا ودي كوساين 2 باي، اه ده ديت ال 2 باي ما كانتش بتغير النيم، و2 باي من الثيتا دي فين؟ في السكند كوادرنت، اه ده 360، اسف 2 باي دي يعني 360، وال 360 وال 180 ما بيغيروش الايه؟ الكوساين. وال 2 باي ماينس ثيتا دي فين؟ في الفورث كوادرنت اللي هي بوزيتيف، يبقى هتبقى في الحاله دي، في الحاله دي هتبقى كوساين ثيتا. طب ما كوساين ثيتا على كوساين ثيتا بكام؟ ب 1. الله، طب انا عايز اتاكد من الكلام ده، اقول له والله بقى خد عندك الكالكوليتور بتاعك وادي امسح الكلام ده، انت عايز فوق ساين مثلا باي اوفر 2 اللي هي 90، يبقى هنكتب هنا ادي الفراكشن بتاعي ساين باي اوفر 2 اللي هي 90 ماينس اي حاجه ماينس 30 مثلا، اي رقم انت عايزه، يعني حتى لو كتبت 20 هتطلع مظبوطه برضو. طب والتاني كوساين برضو، ادي الكوساين بس هنا 360. طيب ماينس كام يا سيدي؟ ماينس 30 اللي انت قلتها، ما تغيرش الرقم اللي فوق واللي تحت. طب ده بيساوي كام؟ الله والله طلع 1، يبقى الكلام بتاعي ايه؟ يبقى هنا تشيك، عملت تشيك الكلام ده مظبوط. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي بروف ذات ذا ايدنتيتي كوساين سكوير ثيتا اوفر 1 ماينس ساين ثيتا ايكوال 1 بلس ساين ثيتا. طب انا هنا عشان اعمل بروف ان ده ايكوال ده، طبعا هو لو اداني الكلام ده على الكالكوليتر على تشوز، يعني كوساين سكوير ثيتا اوفر 1 ماينس ساين ثيتا، واداني دي من ضمن الاجابات، ممكن اعمل تشيك باي نمبر، يعني ممكن اشيل الثيتا دي واحط 30 مثلا، واشيل الثيتا دي واحط 30، واشيل الثيتا واحط 30 هنا. لو لقيت الليفت سايد ايكوال رايت سايد يبقى ده ايكوال ده. بس هو بيقول لي بروف، انا عايز خطوات، فبقول له والله كوساين سكوير اوفر، هاخد الليفت هاند سايد، دايما لما يقول لي بروف هشتغل على سايد واوصل منه للسايد الثاني. طب افرض ما وصلتش للسايد الثاني، اخد السايد الثاني واشتغل عليه واوصل لنفس الحاجه اللي وصلت ليها من الفيرست سايد. طيب يا سيدي انت بتقول لي هنا كوساين سكوير ثيتا اوفر 1 ماينس ساين ثيتا، طب انت هتشتغل ايه هنا؟ اه ده عندك كوساين سكوير فوق، يبقى انت ممكن تعمل 1 ماينس ساين سكوير. اه تمام. طيب على مين؟ على 1 ماينس ساين ثيتا. طب وبعدين هتقول لي 1 ماينس ساين سكوير دي ممكن اعملها ديفرنس بين تو سكويرز، فاكر ايه سكوير ماينس بي سكوير؟ اما كنا بنعملها ايه بلس بي في ايه ماينس بي، نفس الكلام، هفتح تو براكتس كده واقول له 1 تايمز 1 وساين ثيتا تايمز كوساين ساين ثيتا برضو ساين في ساين، واحد مره بلس ومره ايه؟ ماينس، على مين تحت؟ على 1 ماينس ساين ثيتا. الله ده طلع ده اللي زي ده، الله، يطلع يتبقى مين فوق؟ 1 بلس ساين ثيتا، ده جميله جدا، ده مين؟ ده الرايت هاند سايد اللي هو ده. خلاص كده انا حليت. بقول لي بروف ذات ذا ايدنتيتي تان ثيتا بلس كوتانجنت ثيتا ايكوال سيكان ثيتا.
كوسيكان ثيتا. طب انا هاخد الليفت هاند سايد، طب وانت بتقول لي ايه العلاقه بين تان وكوتان؟ طب دول الريسيبريكال بتاع ساين وكوساين. طب ما انا عندي في ريليشن بتاع تان ثيتا ها وكوتانجن ثيتا. ايه الريليشن اللي عندك بالساين والكوساين؟ التان ايكوال ساين ثيتا على ساين على كوساين ثيتا. والله اه دي ايدنتيتي بلس مين؟ بلس الكوتانجنت برضو كوساين ثيتا اوفر ساين ثيتا. طب ما دول ايه دول؟ دول تو ايه؟ الله دول تو فراكشنز. طب ما تعملهم بلس يا سيدي، تعملهم بلس ازاي؟ هعمل كومن دينومينيتور، هعمل ده تايمز ده، وبعد كده اعمل كروس كده زي ما احنا بنقول كوساين في ساين، تبقى ساين يبقى كوساين ثيتا ساين ثيتا. طب وساين في ساين يبقى ساين سكوير ثيتا بلس. طب وكوساين في كوساين؟ كوساين سكوير ثيتا. الله ده طلع لي ساين سكوير بلس كوساين سكوير اب يبقى ب 1. طب اوفر كوساين ثيتا اوفر ساين ثيتا. الله طب نيوان على كوساين دي معناها ايه؟ اه ده الريسيبريكال بتاع مين؟ ال 1 اوفر كوساين الريسيبريكال بتاع السيكنت. طب 1 اوفر ساين اه ده الريسيبريكال بتاع مين؟ بتاع الكوسيكنت. يبقى 1 على كوساين، انا ممكن دي اكتبها كده 1 على كوساين ثيتا تايمز 1 على ساين ثيتا. يبقى 1 على كوساين بسيكنت و1 على كوسيكنت، 1 على كوساين 1 على ساين بكوسيكنت. يبقى انا كده قلت له والله الكلام ده ايكوال الرايت هاند سايد، يبقى خلاص انا جبت له ده. طيب بقول لي بروف برضو ان الكلام ده ايكوال الكلام ده. طب والله انت ملاحظ ايه هنا؟ 1 ماينس ساين سكوير و 1 ماينس كوساين سكوير. طب انا هاخد الليفت هاند سايد اشتغل عليه. طب ده بيساوي ايه؟ 1 ماينس ساين سكوير دي ممكن اكتبها بكوساين سكوير ثيتا، ممكن اكتبها كوساين سكوير ثيتا. طب 1 ماينس كوساين ممكن اكتبها ساين سكوير ثيتا، ما انا عارف القوانين خلاص. طب تانجنت سكوير ثيتا ممكن اكتبها ساين سكوير ثيتا اوفر كوساين سكوير ثيتا. الله طيب انا هنا ايه اللي مشترك اب وداون؟ اه ده انت عندك دي ودي ممكن تكنسلهم لان دي نومريتور ودي نومريتور. طب ودي نومريتور يبقى هنا 1، يبقى معنى كده كوساين سكوير ثيتا ديفايدد باي 1 اوفر كوساين سكوير ثيتا. طب ما هي ديفايدد بتتقلب ايه؟ تايمز، ونقلب الفراكشن اللي بعدها تبقى كوساين سكوير ثيتا. طب ودي كوساين سكوير ثيتا. طب ما كوساين سكوير في كوساين سكوير بعمل ادنج للباور اللي عندي، يبقى كوساين باور 4 ثيتا اللي هي الرايت هاند سايد اللي هو عايزه. خلاص الامور بسيطه جدا. طب برضو بروف the validity of the identity. Prove برضو 1 minus cotan square على 1 plus cotan square equal to sin square theta minus الكلام ده. طب انا هعمل ايه؟ طب والله انا هاخد الليفت هاند سايد اشتغل عليه لان هو اسهل في الشغل. طب ممكن اخد الرايت؟ اه ممكن. طيب افرض انا اخدت الليفت هاند سايد اللي هو equal 1 minus cotangent square theta over 1 بلس كوتانجنت سكوير ثيتا. طب ده بيساوي ايه اللي فوق؟ اللي فوق ده مش هعرف اعمل فيه حاجه، بس انا عايز ساين وكوساين، يبقى لازم اغير الكوتانجنت اللي فوق، يبقى اخليها 1 كوساين سكوير ثيتا على ساين سكوير ثيتا. طب واللي تحت؟ اه ده 1 بلس كوتانجنت سكوير ثيتا دي اللي هي مين؟ اه دي هي اللي هي الكوسيكنت سكوير ثيتا، ده ايدنتيتي جاهزه. الله. طب احنا قلنا الكوسيكنت سكوير ثيتا دي ممكن اطلعها فوق بالمقلوب بتاعها. طب اللي هي الريسيبريكال بتاعها اللي هو كام؟ يبقى انا ممكن اكتب 1 اوفر كوساين سكوير ثيتا اوفر ساين سكوير ثيتا ها في مين؟ المقلوب بتاع الكوسيكنت اه اللي دي فيها سي، خد بالك يبقى فيها اس، يبقى ساين سكوير ثيتا. طيب يبقى دي ده تايمز اللي فوق، يبقى انا ما اطلعها في اللي فوق تايمز اللي فوق بقى. طب اضرب كده ساين سكوير في 1 تبقى بساين سكوير ثيتا ماينس. طب ده في ده كمان، ما هو ساين سكوير هتروح مع الكوساين سكوير، هيتبقى لك ايه؟ كوساين سكوير ثيتا. الله ده اصبح عندي ساين سكوير ماينس كوساين سكوير، بس ده حاجه ثانيه. الله طب ده في ساين سكوير بس، يبقى حاول تشيل الكوساين سكوير. طب الكوساين سكوير اللي هي ايه؟ اه ما انت لسه قايلها لي قبل كده اللي هي 1 ماينس كوساين 1 ماينس ساين سكوير، بس خد بالك دي كوانتيتي فحطها في تو براكتس. فك البراكتس بقى هتبقى ساين سكوير ثيتا ماينس 1 وماينس في ماينس هتبقى بلس ساين سكوير ثيتا. الله يبقى ساين سكوير ثيتا بلس ساين سكوير ثيتا هتبقى بايه؟ هتبقى 2 ساين سكوير ثيتا ماينس 1. الله ده هو ده الكلام اللي هو انا عايزه. اه والله مظبوط جدا، متشكر جدا. طيب برضه بيقول لي بروف ذات ذا ايتش اوف ذا فولوينج ايدنتيتي، برضه نفس الكلام. طب ما هو نفس الفيلم بقى، يبقى انا عايز اتمرن عليه عشان اقدر اوصل للي انا عايزه. طب ازاي؟ في ليتر ايه مثلا؟ هنحل 1 بلس كوتان سكوير ثيتا على 1 بلس تان سكوير ثيتا. طب ماشي يا سيدي، ال 1 بلس كوتان
بكوسيكانت سكوير ثيتا. طب 1 بلس 10 بسيكانت سكوير ثيتا. طب ما الكوسيكانت دي مقلوب مين؟ الكوساين، ان يبقى الساين يبقى ننزلها تحت ساين سكوير ثيتا، يبقى دي تنزل تحت. طب ودي تطلع فوق بكوساين سكوير ثيتا. طب ما كوساين على ساين بكوتانجنت سكوير ثيتا. الله، ده هي ديت الايه اللي انا عايزه هنا. يبقى خلاص يبقى ايكوال الرايت هاند سايد. خلاص انا دي رقم لتر ايه. طب لتر بي تانجنت بلس كوتانجنت على سيكانت في كوسيكانت ايكوالز تو 1. طب ما انت عايز السيكانت والكوسيكانت دول ريسيبريكال بتاع ساين وكوساين. طب ما تكتب التانجنت، ادي التانجنت ثيتا بلس كوتانجنت ثيتا اوفر سيكانت ثيتا ها كوسيكانت ثيتا. طيب يا سيدي تعمل ايه فيها؟ التانجنت خليها فوق، دي كلهم خليهم فوق عادي، يبقى ساين ثيتا اوفر كوساين ثيتا. طب وبعدين بلس الكوساين، الكوتانجنت هتبقى كوساين ثيتا اوفر ساين ثيتا. طب وبعدين برضو الاثنين دول طلعهم فوق بالمقلوب بتاعهم، السيكنت يبقى 1 على يبقى هي تحت صح، انا عايز اطلعها فوق، يبقى يبقى كوساين. طب والكوساين والكوسيكنت هتطلعها ساين. طب ماشي، اضرب ده في ده وده في ده. طيب يبقى ساين مين اللي تحت؟ كوساين هتروح مع كوساين، يتبقى ساين سكوير ساين في ساين بساين سكوير ثيتا. طب واضرب ده في ده، الساين زي الساين هيتكنسلوا مع بعض، يتبقى كوساين في كوساين كوساين سكوير ثيتا. طب ما كوساين سكوير ثيتا بلس ساين في سكوير ثيتا بكام؟ ب 1. يبقى خلاص لتر بي خلص. طيب هنا بقول سكوير، هنا سيكانت سكوير ثيتا ماينس 10 سكوير ثيتا. السكوير ده معلش مش مكانه، مش هنا، مكانه بره على البراكت كده. هو بيقول لي بروف ذات ان سيكانت ثيتا ماينس 10 ثيتا اول سكوير ايكوال الكلام ده. فانا كل الحكايه ان انا هاخد الفيرست سايد اللي هو سيكانت سكوير، اللي هكتب كده سيكانت ثيتا ماينس 10 ثيتا اول سكوير، واشوف الكلام ده بكام وابدا ارد الايه ده الليفت هاند سايد. طبعا السيكانت ثيتا يعني الريسيبريكال بتاعها 1 على كوساين. طب والتانجنت معناها ساين اوفر كوساين، ماشي ده جميل جدا، ده كله اول سكوير، ماشي يا سيدي. طب هنا كوساين وهنا كوساين، ده فراكشن ماينس فراكشن. طب ما تعمل لهم ماينس على نفس الدينومينيتور، اعمل كومن دينومينيتور، يبقى فوق 1 ماينس ساين ثيتا. طب ما توزع السكوير فوق وتحت، يبقى هعمل هنا سكوير وهنا سكوير. طب ما ده حاجه جميله، 1 ماينس ساين سكوير معناها البراكت تايمز اتسيلف، 1 ماينس ساين ثيتا في 1 ماينس ساين ثيتا. طيب جميل. طب والكوساين سكوير ثيتا؟ ما انا ممكن اخليها 1 ماينس ساين سكوير ثيتا. اشمعنى؟ عشان يبقى كله شبه بعض. يبقى في الحاله دي اللي تحت 1 ماينس ساين سكوير ممكن اعملها ديفرنس بين تو سكويرز، 1 تايمز 1 ومره بلس ومره ماينس، وهنا ساين ثيتا تايمز ساين ثيتا. طب واللي فوق اكتبه زي ما هو، 1 ماينس ساين ثيتا في 1 ماينس ساين ثيتا برضو. اشمعنى عملتهم اتنين؟ عشان اشيل ده مع ده. طب يتبقى لك فوق كام؟ 1 ماينس ساين ثيتا اوفر 1 بلس ساين ثيتا. طب ما تبص كده للمساله تاني. والله ده هو نفس الكلام ده، 1 ماينس ساين اوفر 1 ماينس كوساين. يبقى الكلام ده معناه ان الكلام ده ايكوال الرايت هاند سايد. يبقى خلاص كده ايه، انا عملت بروف للكلام ده. بقول هنا ديسكفر ذا رونج انسر. طب انا عارف ان ساين كوساين بلس كوساين سكوير هو اللي بكام؟ 1. طب انا عايز اكتشف بقى، انا عايز اعوض. يا سيدي انا عرفت ان ده ب 1، عوض عن ثيتا مثلا ب 30 مثلا او ب 60 هنا مثلا. كوساين 60 بهاف، يبقى 2 تايمز كوارتر بكام؟ ب هاف. هاف ماينس 1 تديني 1؟ لا، يبقى دي غلط. طب نفس الكلام هنا غلط وهنا غلط، يبقى هما الثلاثه دول غلط. طب هنا بقول لي بروف ذات ذا فولوينج ايدنتيتي، جرب باي انجل هتطلع لك، مش هتطلع ب 1 لان دي الوحيده اللي صح. ساين سكوير بلس كوساين سكوير از ايكوال تو 1. طيب بروف ذات ذا فاليديتي اوف ذا فولوينج ايدنتيتي، هنا رقم 2 بيقول لي ايه؟ ساين ثيتا اوفر كوساين، ساين ثيتا كوساين ثيتا اوفر تانجنت ثيتا. الله، طب ده كله ايكوالز تو 1. طب واحد يقول لي طب انا هعمل ايه في الحاجات الكتيره دي؟ ساين كوساين على تانجنت. طب ما انا عارف ان التانجنت دي ممكن اكتبها كده ساين ثيتا كوساين ثيتا. التانجنت ممكن اكتبها ساين ثيتا اوفر كوساين، فبدل ما اكتب الكوساين تحت اكتبها فين؟ اكتبها فوق، ماشي يا سيدي. بلس الثانيه تانجنت هتبقى ساين على كوساين، فاكتب الساين فوق والكوساين تحت عادي. طب والسيكانت اكتبها فوق بعكسها بمقلوبها، الريسيبريكال بتاع الساين السيكانت، ما احنا قلنا اللي فيها اس ما فيهاش سي يبقى كوساين. طب والكوسيكانت اكتبها فوق برضو بساين. الله، دي بقت بسيطه جدا. طب ما انت عندك الساين دي زي الساين دي، شيله
والكوساين دي زي الكوساين دي شيلهم، يبقى كوساين تايمز كوساين بكوساين سكوير ثيتا، طب وساين تايمز ساين بساين سكوير ثيتا، طب ما هو الكلام ده بكام؟ ب1، يبقى خلاص الحل ده خلص. طب وهنا كوساين ده كيوب ثيتا بلس كوساين كيوب ثيتا، الله، اوفر ساين ثيتا اوفر بلس كوساين ثيتا بلس ساين كيوب ثيتا ماينس كوساين كيوب ثيتا على ساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا از ايكوال تو 2. طب انا البروبلم الجامده دي اعمل افتكر ايه؟ افتكر معايا ال a كيوب بلس b كيوب، فاكرينها؟ او a كيوب ماينس b كيوب، لان هنا كيوب وهنا كيوب وده بلس وده ماينس، فلازم افتكر مين؟ افتكر الديفرنس بين 2 كيوبس والسام اوف 2 كيوبس، كنت بعمل سمول براكت في بيج براكت، كنت باخد الكيوبيك روت لده يبقى a بلس b، الاثنين زي بعض، بعد كده بضرب الاولاني في نفسه a سكوير والثاني في نفسه يبقى بلس b سكوير، طب والفيرست في السكند بعكس الساين يبقى ماينس اي بي، طب والتاني ده هتبقى اي ماينس بي، باخد اللي تحت الكيوب وتحت الكيوب، طب والتاني هيبقى اي سكوير وفي الاخر بلس بي سكوير، الله الاثنين زي بعض بلس، اه طب واللي في النص بعمل ده تايمز ده بعكس الساين دي يبقى بلس اي بي، ده اسمه ديفرنس بين تو كيوبس وده سام اوف تو كيوبس. هنبدا نعمل فاكتورنج للنومريتور هنا اللي هو هنعمل براكت صغير هنكتب فيه ساين ثيتا بلس كوساين ثيتا، طب والكبير؟ اه هنعمل ساين سكوير ثيتا وفي الاخر بلس كوساين سكوير ثيتا وهنا ماينس ساين ثيتا كوساين ثيتا، طيب تمام، لاحظ اللي فوق ده هيبقى زي ده، اه طب وساين سكوير بلس كوساين سكوير دي تبقى ب1 ماينس ساين ثيتا كوساين ثيتا، يبقى الفراكشن ده هيطلع 1 ماينس ساين ثيتا كوساين ثيتا، طب والتاني نفس الكلام؟ اه والله بس هيطلع 1 بلس ساين ثيتا كوساين ثيتا، طب يبقى الكوساين دي والساين دي هروح مع بعض يبقى 1 بلس 1 بكام؟ بتقول يبقى المساله بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. عايز نحلها لك بخطوات مفصله اهي يا سيدي. انت بتقول لي الليفت هاند سايد اللي هو كان اسمه ايه؟ اسمه ساين كيوب ثيتا بلس كوساين كيوب ثيتا على مين؟ على ساين ثيتا بلس كوساين ثيتا، طب والتاني بلس؟ ساين كيوب ثيتا ماينس كوساين كيوب ثيتا على ساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا، طيب اعمل بقى، اعمل بقى هنا فاكتور وهنا ايه؟ فاكتور، طيب اعمل فاكتور يا سيدي ازاي؟ اعمل اي حاجة كده، افتح تو براكتس اهم، هتكتب هنا ساين ثيتا بلس كوساين ثيتا، اقفل براكت، طب تاني هنعمل سكوير لده يبقى ساين سكوير ثيتا ماينس الاول في الثاني ساين ثيتا كوساين ثيتا بلس الكوساين سكوير ثيتا يبقى كوساين سكوير ثيتا على اللي تحت ساين ثيتا بلس كوساين ثيتا زي ما هو، طب ما هو ده اتشال مع ده، طيب ماشي ايه تاني؟ نفس الكلام هنا براكت صغير في براكت كبير، طب هناخد هنا ساين ثيتا ماينس كوساين ثيتا، طب ما هو ده زي اللي تحت، ها تمام، يبقى ده هيتكنسل مع ده، طب وهنا البراكت التاني هعمل الاولاني سكوير ساين سكوير ثيتا، طب والتاني سكوير يبقى بلس كوساين سكوير ثيتا، طب والاول في التاني بعكس الساين دي ماينس هتبقى هنا بلس، هتبقى ايه؟ ساين ثيتا كوساين ثيتا، طب يتبقى لك هنا مين؟ الله ده ساين سكوير بلس كوساين سكوير دي ب1، طب يبقى تبقى فوق 1 ماينس ساين ثيتا كوساين ثيتا، طيب بلس، طب وهنا ساين سكوير بلس كوساين سكوير برضه ب1 بلس ساين ثيتا كوساين ثيتا، خلاص يبقى ده عكس ده يبقى يتلاقى لي 1 بلس 1 بكام؟ ب2 اللي هو بيساوي الرايت هاند سايد. اعتقد المساله لذيذه ما فيهاش حاجه. هنا بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر، تشوز ذا كوريكت انسر، تان ثيتا كوتان ثيتا اوفر سيكان ثيتا ايكوالز مين في دول؟ اه والله انا كل الحكايه ان انا هقول تان في كوتان دي ب1 عشان الفانكشن في الريسيبريكال بتاعها على سيكانت. طب ال1 على سيكانت تقولوها مقلوبها مين؟ الكوساين ثيتا، خلاص. طب دي ساين ثيتا كوساين ثيتا تانجنت ثيتا، طب ايه دي؟ طب ما انا عارف ان التان بساين على كوساين، يبقى هشيل دي واحط ساين ثيتا على كوساين ثيتا، طب ما هي دي هتروح مع دي، تبقى ساين في ساين، اه والله بساين سكوير اهي. طيب افرض مش مكتوب ساين سكوير، هتلاقي كاتب لك 1 ماينس كوساين سكوير. طب هنا ساين 90 ماينس ثيتا، طب ما انا عارفها ان ساين 90 ماينس ثيتا ال90 بتغير الاسم كوساين ثيتا. طب وكوسيكانت 90 بسيكانت ثيتا، طب ما هو ده عكس ده يبقى النتيجه ب1، خلاص
ده الريسيبريكال بتاع ده. 1 ماينس كوساين سكوير على ساين سكوير ماينس 1. طب ما انا عارف ان 1 ماينس كوساين سكوير هي مين؟ هي 1 ماينس كوساين سكوير اللي هي ساين سكوير. طب ودي ساين سكوير ماينس 1 تبقى نيجاتيف كوساين سكوير. ما هو قلبها. فبدل ما هي تبقى 1 ماينس ساين سكوير خلابها تبقى 1 ماينس دي ساين سكوير ماينس 1 وعم قلبها بقى. ساين سكوير ماينس 1 طب انا لو قلبتها على 1 ماينس ساين سكوير يبقى نيجاتيف كوساين سكوير. الله يبقى ساين على كوساين يبقى نيجاتيف ها تانجنت سكوير بيتا. طبعا هنا الانجل اسمها بيتا. فين نيجاتيف تانجنت دي؟ اهي اول واحده. طيب بيقول لي بروف برضو ان تانجنت ميو كوتانجنت ميو ايكوال سيكنت ميو. هي عادية خالص. ادي الايه عندي التانجنت بساين ميو السيمبل ده زي تيتا وزي اكس وزي واي يبقى كوساين ميو بلس الكوتانجنت برضو هيبقى كوساين ميو على ساين ميو. طب ما تعمل كومن دينومينيتور يا سيدي ساين في كوساين يبقى كوساين ميو ساين ميو وساين في ساين هنا بساين سكوير ميو بلس كوساين سكوير ميو. طب ما اللي فوق ده بكام؟ ب 1 على كوساين ميو ساين ميو. طب ما هو 1 على كوساين معناها ايه؟ معناها سيكنت. طب 1 على 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 1 على ساين معناها كوسيكنت. خلاص يبقى ده بيساوي الرايت هاند ساين. طب نفس الكلام ده اعتقد نقدر ان احنا نقدر نحل البروبلمز الباقيه دي ويا ريت ايه يعني نجتهد ان احنا نحل المسائل دي بحيث ان احنا نوصل للايفورت اللي احنا عايزينه والكلام اللي احنا بنقوله. سعدنا بلقائكم ونتمنى ان نكون قد اسعدناكم والى لقاء اخر في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.